بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ولا نحصي ثناء على الله، فهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة السفر. قال رحمه الله تعالى: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. قال الشارح عفى الله تعالى عنه: هذا الباب باب مهم لكثرة من يحتاجه من المسلمين، فإن الإنسان لا يخلو من أن يسافر من بلد إلى أخرى، عامة المسلمين يحتاجون إلى السفر، فينبغي له أن يعرف أحكام السفر وكيف يصلي صلاته في سفره. قوله: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر. الشوكاني رحمه الله يرى وجوب القصر، والذي يقصر من الصلوات هي الصلاة الرباعية: صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، تقصر إلى 2 ركعات. فالمسافر يصلي الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: أول ما فرضت الصلاة 2 ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. والحكم في ذلك أن القصر مما يتأكد على المسافر. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السفر، فلم يزد على 2 ركعات حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فلم يزد على 2 ركعات حتى قبضه الله، ثم صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يزد على 2 ركعات حتى قبضه الله. فهذا يدل على أن الصلاة 2 ركعتين متأكدة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها حتى توفاه الله، وكذلك الخلفاء بعده. والجمهور من أهل العلم يرون ذلك من السنن المؤكدة، ولا يرون وجوبها، أي وجوب القصر. وأوجب بعض أهل العلم ذلك، فقالوا: لا يجوز له أن يصلي 4. الله صح أن الصلاة صحيحة ويكره له الإتمام، خالف السنة. وعامة العلماء يرون أن ذلك من السنن المؤكدة، والدليل على ذلك أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم صلاته. وقد ذكر بعض أهل العلم منهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم، قال: فهذا دليل على أن قصر المسافر ليس من الواجبات، ولو كان من الواجبات ما جاز له أن يتم خلف المقيم. فلما وجب عليه الإتمام خلف المقيم دل على أن القصر في حقه ليس بواجب، لأن الصلاة لو كانت مفروضة عليه 2 ركعات فلا يتغير الفرض بسبب الإتمام. فلو أن إنسانا صلى الفجر خلف من يصلي الظهر، هل يتم معه؟ لا يتم. لو أن إنسانا نسي الفجر وذكر
عند الشروع في صلاة الظهر، فنوى بها صلاة الفجر، فلا يجوز له أن يتابع الإمام أربعة، يصلي ركعتين. فبعض العلماء بالغ ومنهم الظاهرية قالوا الإتمام القصر في السفر كصلاة الفجر ركعتين، لا يجوز الإتمام أبدا، وهذا التمثيل فيه نظر. حتى قال بعضهم من صلى في السفر أربعا كمن صلى الفجر أربعا، والأصح أنه يكره الإتمام. وشيخ الإسلام رحمه الله اختار أن الإتمام في حق المسافر يعتبر مكروها، إذا صلى إتماما يعتبر مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتصح الصلاة، لأن الله عز وجل قال فلا جناح وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقول فليس عليكم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قالوا نفي الجناح يدل على أنه رخصة وليس من الواجبات، رفع الجناح يدل على أنه من الرخصة وليس من الواجبات. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، واختاره أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله، أن الإتمام يعتبر مكروها وأنه إذا أتم صحت الصلاة وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الشوكاني رحمه الله على من خرج من بلده قاصدا للسفر فلا بد أن يكون ناويا السفر، لحديث إنما الأعمال بالنيات، بشرط أن يكون قاصدا السفر. فلو أنه خرج مسيرة ساعة وليس ناويا السفر هل يقصر؟ لا يقصر. لو خرج يريد السفر إلى صنعاء ومشى مسيرة ساعة فقط ثم نزل، هل له أن يقصر؟ له أن يقصر، لأن النية أنه مسافر، النية أنه نوى السفر، وإن كان لم يقطع إلا مسافة يسيرة. فقول عائشة المتقدم أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، استدل بعضهم على وجوب القصر بقوله فأقرت صلاة السفر، أي أنها أقرت على ما فرضت ركعتين ركعتين. والجواب عن ذلك الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، دل على أنها قد تمت إلى أربعا، ثم رخص للمسافر أن يصليها ركعتين. فقول عائشة وأقرت صلاة السفر ذكرت ما آل إليه الأمر وما انتهى إليه الحال، ذكرت عائشة ما آل إليه الأمر وما انتهى إليه الحال أنها أقرت على ما كانت قبله، وإلا فقد أتمت ثم قصرت في السفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، دل على أنها أتمت مطلقا ثم رخص في السفر وقصرت. قوله وإن كان دون بريد، البريد يساوي أربعة فراسخ، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، والميل يساوي ما يقارب أربعة آلاف ذراع، يعني أن الميل يساوي في هذا الحساب في هذه الأيام ما يقارب كيلو متر وسبعمائة متر أو قريبا من ذلك، يعني ما بين ستمائة إلى سبعمائة متر زيادة على الكيلو الميل الواحد. إذن البريد يساوي مسيرة نصف يوم، البريد يساوي مسيرة نصف يوم، نصف اليوم تطمئن النفس إلى أنه سفر، لا سيما إذا كان سيتأخر أياما
ليست حاجة عارضة ويرجع بنفس اليوم، لأن المسيرة من مكة إلى عرفة مسيرة يوم، مسيرة نصف يوم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتموا في عرفة الذين كانوا بمكة، بل قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإتمام. وأما الحديث أتموا فإن قوم سفر فهو في فتح مكة وليس في حجة الوداع. الحديث الذي ورد مع أن في الإسناد ضعفا ولكن هو في فتح مكة، أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، نعم، فهو في مكة، في فتح مكة. فمسيرة النصف للنصف اليوم لا بأس أن يعد من، يعني يعد من السفر، لأنه صلى الله عليه وسلم قد عده، لا سيما إذا كان سيتأخر اليوم واليومين والثلاث كما حصل في عرفة. وإن كان لا يحصل التأخر يذهب لحاجة ويرجع في نفس اليوم، فالأحوط أنه لا يعتبره سفرا احتياطا، كما حصل من أصحاب العوالي، كانوا يشهدون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحاب العوالي على مسيرة نصف يوم، على مسيرة نصف يوم أو قريبا من ذلك، حتى ربما بعضهم كان يرجع مع دخول الليل، يرجع إلى بيته مع دخول الليل. وقد جاء حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، والبريد يساوي ثلاثة فراسخ، أربعة فراسخ كما تقدم. قال: والبريد يساوي أربعة فراسخ، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال. وهذا تحديد لم يصح الحديث فيه، والصحيح أن كل سفر سواء كان السفر قصيرا أو طويلا أنه يقصر فيه الصلاة، أي ما عد في العرف سفرا، لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كل ما سمي سفرا في عرف المسلمين، وكل ما سمي سفرا شرعا فإنه يقصر فيه الصلاة، كما قال الشوكاني: ولو كان قدر بريد أو أقل من ذلك، ولو كان مسيرة نصف يوم أو مسيرة يوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم. فالقصر في حق من كان على سفر هو الصحيح، واختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهما، واختاره أيضا الإمام العثيمين رحمه الله. أقل ما تطمئن النفس إليه من حيث التحديد نصف اليوم، نصف اليوم، مسيرة نصف اليوم على الإبل وعلى الأقدام يعتبر سفرا، لا سيما إذا حصل فيه التأخر وحصل فيه احتياج الزاد. وأما من كان معه مثلا ضيعة أرض على مكان بعيد قدر نصف يوم، يذهب ينظر إليها ويرجع في يومه، فمثل هذا الاحتياط في حقه الإتمام، والله أعلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن مسيرة نصف اليوم قد تعد سفرا وقد لا تعد سفرا بحسب حال الشخص وبحسب حال تأخره واحتياجه للزاد ونحو ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.